عندنا الكتاب المقدس العهد الجديد، ولكن من العهد الجديد في أسفار كتبت في وقت لاحق، في وقت متأخر. مثلا سفر الرؤيا، العلماء الكتاب المقدس، العلماء في الكتاب المقدس بيقولون إنه كتب نحو سنة 90، بعد سنة 90 ميلادي. إذا بتتذكروا بدأنا في هاي الندوات نحكي عن تاريخ فلسطين، تاريخ فلسطين المسيحي، حتى نعرف جذورنا. اليوم بدي أكلمكم عن كتاب مهم جدا اسمه كتاب تعليم الرسل الاثني عشر. كتاب تعليم الرسل الاثني عشر بسموه باليوناني ذي ذاهي، هو تعليم الرسل الاثني عشر. بتلاحظ إذن إنه عملنا كتاب اسمه الجواب من الكتاب، يعني منجاوب على أسئلة الناس واعتراضاتهم بآيات من الكتاب المقدس. في عنا المسيحية بين الإيمان والعقلانية، منجاوب على اعتراضات الناس وأسئلتهم عن طريق العقل والتفكير. بل عنا المسيحية إيماننا والتاريخ، هالأشياء اللي إحنا منمارسها في الكنيسة. لما بقول بالكنيسة بقصد الكنيسة العريقة الرسولية اللي بسموها التقليدية، اللي انقسمت إداريا إلى كاثوليكية وأرثوذكسية. طيب هالأشياء هاي اخترعوها من جديد زي ما بعض الجماعة بيقولوا، ولا كانت موجودة من الأساس؟ مثلا في ناس بيقولوا إنه معمودية الأطفال الكنيسة اخترعتها في القرن الرابع، وهذا كلام غلط، لأن الرسل والتلاميذ عمدوا عائلات وجماهير بما فيهم أطفال، وعندنا شهادات راح نشوف من كتاب التقليد الرسولي بظن رقم 21 بيحكي عن تعميد الأطفال بالضبط رقم 21، ويعمد الأطفال أولا. مثلا هذا كتاب التقليد الرسولي المنسوب لإيبوليتوس الروماني. هذا الكتاب خلينا نشوف إلى أي سنة يعود. يعود إلى قبل سنة 236. 236 مات أو توفي البابا إيبوليتوس الروماني، يعني قبل 236، يعني بالقرن الثالث. إذن لما بقول لك الكنيسة اخترعت معمودية الأطفال في القرن الرابع، هذا غلط. ليش؟ لأنه عنا وثيقة على الأقل هاي، بعدين طبعا نحكي عن غيرها، اسمها التقليد الرسولي للقديس إيبوليتوس بابا روما. بس إذن الكتاب اللي بدي أحكي لكم عنه اليوم، شو قلنا اسمه؟ الذي التعليم، يعني تعليم الرسل الاثني عشر. هذا وجد اكتشفه المطران فيلوثيوس بيرينيوس سنة 1873. وين؟ في مكتبة بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس. كان يفتش هيك وجد هذا المخطوط. الكاتب الكتاب هذا يعود إلى سنة 100 ميلادي، يعني 100 إلى 150 ميلادي. منلاقي في الكتاب هذا، مع أنه صغير أكم من فصل بس 16 فصل، أكثره مليء بالاستشهادات. من وين؟ من الكتاب المقدس، وبالذات من الأناجيل. شو معنى الأناجيل والرسائل؟ معناه إنه الأناجيل والرسائل كانت معروفة ومنتشرة حتى في أنطاكيا، لأنه مبين إنه كتب في أنطاكيا اليوم بتركيا.
بين سنة قلنا بين سنة 100 إلى سنة 150، ونشره بعدين في اسطنبول القسطنطينية سنة 1883. بدي بس أحكي لكم بعض الأمور، بعض الأشياء الموجودة في هذا الكتاب، وكمان يسعدنا أقولكم إنه دائما هاي الكتابات موجودة معي في المكتبة تبعتي أو في سيارتي. ليش؟ دائما بحطها مع الكتاب المقدس، لأنه في بعضها سبق بعض كتابات، بعض أسفار العهد الجديد، خصوصا سفر الرؤيا. بحكينا أنه في طريقين، طريق الخير وطريق الشر. تتذكروا أول مزمور بيحكي عن طريق الأبرار وبعيد منكم طريق الأشرار. فصل 2 فقرة 2 بيحكي ضد الإجهاض. معناه في القرن الأول والثاني الميلادي كانوا يعرفوا إشي اسمه بدون مؤاخذة بعيدا منكم الإجهاض. كان في عندهم طرق ولو بدائية للإجهاض اللي يعد طبعا جريمة. الفقرة الرابعة الجملة الخامسة عفوا الفصل الرابع الفقرة الخامسة شو بقول فيها؟ جملة انبسطت عليها كثير. لا تبسط يدك عندما تأخذ، يعني ما تمدش ايدك مغرفة لما بدك تأخذ، ولا تقبضها عندما تعطي. في ناس البخل أبعد منكم شو بنقول عنهم؟ ايده في الكرم دبوس، ايده في الكرم دبوس، لما بده ياخذ بيفتح ايده مغرفة، وقت العطاء بصير. بس بتذكر نكتة قرأتها في جريدة القدس، في واحد بخيل كان نازل في فندق كل 5 دقائق ينزل على الاستقبال عند موظف الاستقبال يقول له من فضلك بدي كاسة مي، كاسة مي، ياخذ كاسة المي يطلع على الغرفة بعد 5 دقائق ينزل بدي كاسة مي. في الآخر الموظف قال له هل قد أنت عطشان؟ قال له لا، ما هي غرفتي قاعدة بتحترق وأنا بطفيها. يعني مش ساخي إنه إنه يكوب سطل مي بأخذ. طبعا بتزيد المي، بتزيد النار. الفقرة الثامنة من الفصل الرابع لازم يكون في مشاركة بيننا في الخيرات. إحنا المسيحيين نسينا هاي القصة ومنفكر إنه، والماركسية هي كانت إيش؟ اشتراكية ولكن ملحدة. الاشتراكية المضبوطة وين موجودة؟ في الرسل. الرسل ما كان في بينهم صندوق مشترك، بس يهوذا الله يسامحه كان مرات يعني يمد ايده على الصندوق. المسيحيين الاولين كانت حياتهم مشتركه. اذا الاشتراكيه وين موجوده؟ في الانجيل المقدس. بعدين دائما القسم الرابع او الفصل الرابع فقره 14 اعترف بذنوبك امام الجماعه. اليوم الناس بيستحوا يعترفوا للكاهن لوحده. المسيحيين الأولين كان عندهم شجاعة إنه يعترفوا أمام مين؟ يختمش الخور أمام الجماعة، أمام جماعة المؤمنين. وقف في نص الكنيسة. هلأ كان بإمكان الإنسان، حتى كانوا يعني كثير ناس يأخروا الاعتراف لآخر لحظة في حياتهم، لأنه بعد الاعتراف ما كانش لازم أغلط. طبعا هذا مش موجود في الإنجيل المقدس، حتى نقولكم كيف كانوا المسيحيين الأولين. في ناس كمان كانوا يفكروا أنه بعد المعمودية مش لازم أعمل ولا خطيئة. عشان هيك الإمبراطور قسطنطين شو قال لما قرر أنه يتعمد؟ قال لك أنا راح أعتمد، ولكن إمتى؟
على فراش الموت. يعني انه قديش قدسية المعمودية. في ناس بقول لك انه الايات اذهبوا وتلمذوا اللي قرأت لكم اياها اللي تلوتها عليكم اذهبوا وتلمذوا جميع الامم معمدون باسم الاب والابن والروح القدس. في ناس بقولوا هاي كانت زائدة في انجيل متى. مش زائدة، هينا بنلاقيها هون في الفقر القسم السابع الفصل السابع الفقرة الاولى، بقول عندما تعمدون عمدوا باسم الاب والابن والروح القدس. هلا بتعرفوا انه الكنائس الشرقية مثلا عندها ايش؟ التغطيس. التغطيس هاي عندك من القرن الميلادي الثاني، بقول لك اسكب على الرأس قليلا من الماء ثلاث مرات، معناه بتنفع المعمودية بايش؟ بالصب، الصب على الرأس ثلاث مرات. من وين؟ من امتى هذا النص؟ من القرن الميلادي الاول الى أوائل القرن الميلادي الثاني. قبل العماد بقول لك عماد الكبار، المعمد والمعمد يجب أن يصوم صوم. كيف عندنا كل أعياد الكبيرة قبلها إيش فيه؟ الصيام. هلأ الفصل الثامن، الفصل الثامن الفقرة الأولى، شوف شو بقول: لا تصوموا، ما تصوموش وقت ما اليهود بصوموا يوم الاثنين والخميس. على فكرة كمان العالم الإسلامي بصوموا الاثنين والخميس، بل صوموا يومي الأربعاء والجمعة. ليش الأربعاء؟ لأنه يوم ما يهوذا خان السيد المسيح. وليش يوم الجمعة؟ لأنه يوم استشهاد سيدنا يسوع. الفصل الثامن الفقرة الثانية بقول: صلوا أبا، هكذا أبانا الذي في السماوات، بالكلمة والحرف. إذا اللي نجده في الإنجيل المقدس نجده وين كمان؟ في كتاب التعليم، كتاب تعليم الرسل الاثني عشر. وبقول صلوها ثلاث مرات. بظن في الطقس الكلداني يمكن أقل شيء ثلاث إذا مش أربع مرات أبوند بشمايا أبانا الذي في السماوات. الفصل الحادي عشر فقرة 12 بيقول: ممكن واحد يجيكم يقول إنه هو نبي موحى إليه من الله. تعرف كان في مسيحيين مرات عندهم نوع من الهلوسات أو الأوهام، فبقول إذا طلب نقودا أو أشياء أخرى ما تصدقوهوش، معناه البعيد كذب. اللي بقول لك أنا الله أو حالي بس هاتوا مصاري، معناه هذا ما فيش عنده وحي حقيقي، هذا مش نبي حقيقي. 14 قسم 14 الفقرة الأولى: في يوم الرب. شو يوم الرب اليوناني؟ كيريا. كيف تذكروا آخر مرة حكينا عن كيريا ليسون، كيرياكي عند يوستينوس النابلسي، إنه في دفاعه الأول عن المسيحية أمام الإمبراطور أنتونينوس بيوس، أو اللي كتبه للإمبراطور أنتونينوس بيوس رقم 67. شو بقول؟ نجتمع كل يوم شمس. هنا بقولنا في يوم الرب، الرب اليوناني كيريوس، كيرياكي يوم الرب. شو يعني يوم الرب؟ يعني يوم الأحد. إذا يوم الأحد مش الكنيسة اخترعته، مش يطلع لنا في القرن التاسع عشر في الولايات، في الولايات المتحدة الأمريكية ناس يقولوا إنه لا لازم إحنا المسيحيين نصلي يوم السبت. يوم الرب في سفر الرؤيا فصل 1 آية 10 كيرياكي من كيريوس هو يوم الأحد. اسألوا اليونان شو يعني يوم الأحد، بقول لك كيرياكي، ومنها الأرمني جيراجي. شوف شو بقول: في يوم الرب. ما قالش احضروا بوكيمون، ما قالش ضلكم نايمين بفراشكم. في يوم الرب اجتمعوا واكسروا الخبز. اكسروا الخبز يعني اعملوا القداس. اشكروا بعد الاعتراف بخطاياكم. لازم في الأول الاعتراف.
طبعا يعني يفضل تنين تصالحوا قبل الاشتراك، بدنا نصالح بعض زي ما ربنا بقول متى 5:22-23. نرحب بالأخت، شو بقول؟ إذا أنت عندك تقدمة بدك تقدمها للهيكل، وأنت واقف قدام الهيكل قدام المذبح فطنت ذكرت إنه أخوك بده منك إشي، اترك تقدمتك وروح أول صالح أخاك. أخيرا في الفصل 15، أخيرا وليس آخر الكل شأنا، last but not least، الفقرة الأولى بقول اختاروا لكم أساقفة وشمامسة، يعني بيحكين عن الأساقفة الشمامسة الكهنة، معناها كل هاي الرتب مش الكنيسة اخترعتها، على فكرة موجودة في رسائل القديس بولس لتيموتاوس لتيتوس، وأيضا موجودة في أعمال الرسل، وهيها كمان موجودة في التقليد الرسولي. شايفين وين المصيبة عنا؟ إحدى المصايب عنا إنه نحن لا نعرف المصادر المسيحية ولا الجذور المسيحية. أي واحد بيجي ممكن يحكي أي كلام، خصوصا من أعداء الكنيسة اللي لسانه حلو، فالبشر بيصدقوا. يا ريت لو نقدر نعمل كتاب آخر اللي يرجع كل الممارسات والعقائد اللي بنمارسها اليوم، يعطينا إيش أسسها ومصادرها في التاريخ. وشكرا لإصغائكم.